بعد أن كفر الشيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وسبوا الصحابة وسبوا المسلمين، خرجوا علينا مثنين، لكن على من؟ على إبليس، زاعمين أن إبليس كان يحب عليا رضي الله عنه، وأن حجة الله يوم القيامة عياذا بالله هو إبليس. الله يقول للناس يوم القيامة ها هو إبليس كان يحب علي بن أبي طالب، فلماذا أنتم تبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه عياذا بالله؟ حجة الله يوم القيامة إبليس، وإبليس كان بيحب علي، وأول شيعي آمن بولاية علي هو إبليس. إذن إبليس ماذا؟ يحب أميرا مؤمنين. ليش إبليس اعترف بالحقيقة؟ سؤال مهم جدا، التفت جيدا. ليش إبليس اعترف لهؤلاء بحبه لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه؟ تعرف ليش؟ حتى الله يفرجيك انه اللي بيبغض الامام علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة. رواية تقول اللي بيبغض علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة، لان حتى قلك الله عز وجل يا اعمى القلب والروح اذا كان ابليس بحب علي ليش انت بتبغض علي ابن ابي طالب؟ اسمع هاي وحدة. اثنين، حتى الله يوم القيامة يحتج على الخلائق، ما كنت تحبوا علي ابن ابي طالب، كنتم تكرهون علي تبغضون علي، ماذا فعل علي لكم؟ هذا إبليس العدو الأول يعترف بحب علي وأنتم أقررتم ببغضكم لأمير المؤمنين. الله يقول كنتم تكرهون علي بن أبي طالب، يقول للناس يوم القيامة كما يقول هذا المعمم، وهو إبليس يحب علي. دين أبالسة. حتى خرج علينا واثق الشمري معمم آخر ينادي علي القراني بآية الله أو العلامة واثق الشمري، خرج علينا يقول إن إبليس كان يعشق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ووصل إنه أصبح ملك الجن بسبب أو ملك الجن بسبب إنه هو كان يرى أن علي بن أبي طالب هو الإمام الأوحد. كان إبليس يرى أن علي هو الإمام الأوحد. أول من آمن بعلي في دين الأبالسة هو إبليس في دين الشيعة. يعني إحنا كنا نقول هذه ديانة سبائية، المفروض الآن نقول هذه ديانة شيطانية. إبليس أخوتي الكرام أصلا ما كان وصل إلى مقام ملك ملك الجن في السماء. إبليس أكرمه الله بأنه من الجن، لكن من مقامه لشدة عبادته لله صار مع الملائكة في السماء لعبادته لله تبارك وتعالى. وما وصل لذلكم المقام إلا بعشقه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، إلا لمعرفته بأنه هو الإمام الأوحد في الدنيا والآخرة علي بن أبي طالب. إبليس ما كذب، والله ما كذب الرجل. إبليس ما كان وصل لذلك المقام لولا علمه بعظمة علي بن أبي طالب. إبليس كان يعشق الإمام علي ويقول إن الإمام علي هو الإمام الأوحد، والمعمم بيدافع عن إبليس يقول والله ما كذب الرجل ما كذب. دين شياطين، دين أبالسة، يدافع عن إبليس ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الديانة الشيعية الشيطانية.